في ناس سموهم أهل التصريف. إيه أهل التصريف ده؟ المراد مراد الله، فكأنه يتصرف في الكون. هو ما بيتصرفش ولا حاجة، هو مراية، هو ما بيتصرفش حقيقة، بس شكله كده كأن الله يسارع في هواه. الله 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 الله. سيدنا ستنا عائشة بتقول لسيدنا رسول الله: أرى الله يسارع في هواك. فكأن الله يسارع في هواه، عايز حاجة معينة ويكلمك فيها، يقول والله أنا عايز فلان ده، ومتلاقيه داخل. الله الله الله. مثلا يعني على الحاجات الخفيفة، تخضع حوائجهم قبل أن ترفع حواجبهم. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. هذه بقى كلام أهل مصر في كل عصر. الحمد لله الذي خلقنا في هذه البقعة المباركة. آمين يا رب. الحمد لله. نعم 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 البقعة يا سيدي. فلتقضى حوائجهم من قبل أن ترفع حواجبهم. إيه ده؟ إيه الكلام الحلو ده؟ جايبه من أهل الله. من الله يا سيدي. جايبه من أهل الله. قبل ما يلتفت طرفت عيني كده تلاقي تحقق، فتقول الراجل ده غريب قوي، ده ما بيدعيش، ده ما قالش اللهم ائتني بفلان، ده بيقول الله انا عايز تبعتونا تجيبونا فلان كده، فدائس به داخل. يسألوه عن واحد: ايه رأيك في فلان؟ يقول لا ضعيف في العلم كده، ما يستحقش النجاح، وميسقط. سبحانك يا رب. وهكذا كأن الله يسارع في هواه. ايه الحكاية دي؟ قال اصل ده وصل الى مرحلة التسليم التام والرضا التام، فالله سبحانه وتعالى يعطي له من صفاته، يعكس صفاته عليه. صفات ربنا بيقول ايه؟ اذا قال لشيء كن لكان، على طول كده. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، على طول. ومربنا يمن عليه بالرضا والتسليم، بحيث إنه يكون ما في الكون كما في النفس، وما في النفس كما في الكون، فسوابق هممه، يعني هممه السوابق، لا تخرق أسوار الأقدار.